فضيلة الشيخ، لقد حصل بيني وبين زوجتي مشكلة وأرادت أن تخبر أهلي وأخي، وقمت بالقسم عليها بأن لو أخبرت أهلي ستكون طالق بالصيغة التالية: أقسم بالله لو أخبرت أهلي تكوني طالق. وكنت شديد الغضب علما بأنني لم أكن أريد ذلك. مسائل الطلاق لا نفتي فيها في هذا المكان، يتقدم إلى المحكمة، إلى أحد القضاة، ويحرر سؤاله عنده، أو يأتي للإفتاء في الطائف ويقدم سؤاله وينظر فيه، يعمل له محضر، يوقع عليه. ما هي المسألة بس على طول يفتى ويمشي، لا، هذا طلاق يحتاج إلى تثبت، إما يروح للمحكمة أو يجي للإفتاء في الطائف. نعم.